اهلا شباب، معانا النهارده خدعه تعرف بيها عمر اي شخص مهما كان، سواء بقى سنه كبير سنه صغير هتعرف عمره، يعني هتعرف عمره. يلا نشوف الخدعه نعملها ازاي وبعد كده نرجع نشوف الشرح. عشان تنفذ الخدعه لازم يكون معاك 6 كروت بالمنظر ده كده، تمام؟ كل كارت مكتوب فيه من 1 لغايه 60، تمام؟ بتجيب اي شخص قدام منك وتقول له فكر في اي رقم، وبعدين بتوري له الكروت بالترتيب كده، مثلا ده اول كارت بتوري له، بتقول له الرقم اللي انت اخترته موجود هنا ولا لا. افترض اللي هو قال موجود، تاني كارت مثلا اهو قال مش موجود، اللي بعد منه قال موجود، اللي ورا منه قال مش موجود، كده لغايه لما تقول له 6 كروت. بعد ما بيشوف ال6 كروت بتقول له مثلا الكارت اللي انت فكرت فيه، نفترض مثلا اللي هو 5، وبتقول له 25 42 57 حسب الرقم اللي هو كان بيفكر فيه. فطبعا تاثيرها قوي جدا، ان ازاي انا قدرت اعرف هو بيفكر في انه رقم. طبعا خدعه قويه جدا. كده خلصناه، ولا بقى نروح نشوف الشرح؟ يلا بينا. هنا بقى جينا للشرح. سر الورقه ده، الورقه ده معمول بنظام زي متتاليه عدديه، حاجه لها دعوه بالحساب والرياضيات وكده، تمام؟ فاول حاجه عن في الاوراق اهو، كل اللي لها دعوه بيه، نفترض مثلا هو الشخص اللي قدام مني اختار رقم 23، انا بعمل ايه؟ انا مثلا ببص بقول له الرقم اللي انت اخترته هنا، فبيقول لي مثلا اهو الرقم موجود، بيقول لي مثلا موجود، تمام؟ انا ماليش دعوه بالارقام دي كلها، انا دعوه بالرقم اللي فوق ده بس، هنا عندي رقم 1، تمام؟ يبقى هنعد 1، بنقول له موجود هنا، بيقول لي اه اهو موجود هنا، تمام؟ يبقى انا ده الرقم اللي فوق 2، يبقى انا 1 و2 يبقى كده معايا 3. بنقول له الرقم بتاعك موجود هنا، فبيقول لي اه موجود، يبقى انا معايا 3، وهنا هنعد 4، يبقى دي كده كام؟ 7. بقول له موجود في الكارت ده، بيقول لي لا مش موجود، يبقى مش هنعد الكارت ده، تمام؟ قال لي موجود في الكارت ده، يبقى انا كان معايا كام؟ كان معايا 7، وهنا الكارت اللي موجود فيه الرقم اللي فوق عندنا هنا 16، يبقى 7 و16 23. بقول له موجود هنا، بيقول لي لا، يبقى خلاص، يبقى انا كده عرفت الرقم بتاعه اللي هو 23. بعرف منين؟ بعرف من الارقام اللي فوق. موجود موجود بنعد الرقم اللي فوق، مش موجود ما بنعدش حاجه، تمام؟ هو ده سر اللعبه. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا الارقام هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. الورق ده كلهم 6 ورقات، الارقام ازاي هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت، خشوا بصوا عليها. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده خلص الفيديو بتاعنا، وسلام.